على فكرة اللي انت بتعمليه ده غلط. وانا عملت ايه بس؟ ممكن تفهمين المحبوس هنا ليه؟ وانا كده حبسك؟ ده انت قاعد في مطرح مفروش فرش، ما اظنش انك نمت على زيه في حياتك. بس طالما مش بكيفي لو في الجنة ذاتها يبقى محبوس. ما هو محدش يلاقي الايه زيك يعلق ويسيبها. بس انا مش بحلم بالمزاج، انا بطوعك بس عشان مش عايز قلق. لكن اللي بيحصل ده لو وصل لكبيرة الحشيش، وانت مش فاهم ان انا ممكن اقدر اخفيك عن عين كل البشر؟ ساعتها بقى لا سوسن ولا الضوي ولا غيرهم يعرفوا يوصلوا لك. اللي بيحصل ده مش هيعدي بالسهل. ازاي بس؟ ده ميت من يشهد انك ركبت الفلوكه قدامهم، وساعتها بقى الله اعلم اللي حصل. الترعه دي يا متاوت. انت عايزه ايه يا رايا؟ من غير فصال؟ من غير فصال. تتجوزني؟ جنان بس يا رب. ده انت متجوزه؟ ماله؟ كلها شهور العده وابقى حر. بس ده اخويا. اللي يمنع؟ ليه كل ده يا رايا؟ لما تبقى كل يوم عايش في تهديد ان ملكش قدر مرمي في ارض الكفور، تبقى عارف انك هتتقتل بس مش عارف ازاي ولا امتى، يبقى كل ده في علم الغيب وربنا يخصك انت باللي بتطلع عليها تفهم ليه كل ده. بصي علاء، انا هخرج دلوقتي وهسيبك حر بكيفك، بس لازم تبقى فاهم انك مهما هربت ولا احتميت بسوسن ولا تضوي هوصل لك برضو. واوعى تفتكر ان كلامي ده كلام نسوان، عشان كلام النسوان هنا بمقام كلام 100 راجل. مين اللي بدر الحشاشين في كل ناحية في الكفر كده؟ أنا. وطوع عمرك إزاي؟ اللي أمر البحطاطي الكبير مش أنا. أنا بس اللي فكرت، كنت بحمي الكفر من الشرر اللي طاح في كفر القلعة. هوجتين اللي حصلت يا ضوي، وإزاي تسيبها تحصل وأنت هناك؟ ما تقلقيش، كل اللي بيحصل ده في مصلحتنا. في مصلحتنا إزاي يعني؟ لا، الحاجات دي ما يفهمش فيها الا الكبارات. بدري قوي عليكي. انت عرفت تجيبه؟ خد ابنك دخليه اوضته واقعدي جنبه لحد ما يفوق. اكمل هنا بيدور عليك من بدري، وانتي في بنت مجنونه سحبه في ايديها واحده مسلسلاها بتقول انها من طرفك. فتحي، ندرك وخدمتك، تأمريني بحاجة تانية يا ستنا؟ لو عوزتك هقولي. وهو أنا لسه هستنى؟ أنا هروح أطش جسمي بشوية مية لأجل عرق السفر وأجيلك، أصل ما بحبش التلزيق. فتك بعافية يا ستنا. أنا عارف إنك دلوقتي بتقولي جواك إن يا ريتك ما أنقذتيني، بس لا، أنا ما كنتش أستاهل الموت، أنا مش زيهم. عايشة بينهم، تلبسي زيهم، تتكلمي كلامهم وتفعلي أفعالهم، وعايزة تقنعيني إنك مش منهم؟ أوقات كتيرة بتضطري تعملي كل اللي انتي بتقولي عليه ده مجبرة، عشان حاجات تانية كتير ربنا وحده اللي عالم بيها، وبتهيألي ان انتي أكتر واحدة عارفة وفاهمة يعني ايه كلمة مجبرة. أنا ما بقتش فاهمك يا أكمل، انت عاوز ايه؟ ومع مين؟ ضد مين؟ أنا مع نفسي، هي دي الحاجة الوحيدة اللي تهمني.
طب برضو مش فاهم انت عاوز تقتلها ولا عاوز ايه بالظبط؟ حد يسمعنا؟ مفيش حد يقدر يتصنت على الضوء. طيب انا عاوز ناس يحاولوا يقتلوها وانا انقذها. طب ليه ما شفتش حد من كفر النسوان؟ لا لا مفيش ست هتطوعني ابدا على اللي انا عايز اعمله ده. وانا هستفاد ايه؟ اللي طول عمرك عايزه. هكون لك مسمار جحا في المقبره. لا انا دلوقتي بقيت عاوز حاجه تانية خالص. انا بقول كفايه قوي كده كفر النسوان. انت بلوتي، مفيش أمة في الدنيا يبقى الحل الوحيد قصادها عشان تحبل انها تحبل على الاتفاق اللي حبلت بيه. وريت كده وبس تبقي عارفه ان ابنك هيتولد مكسح، وعشان يقف على رجليه لازم يسرق ارباح الناس. بذمتك في أمة في الدنيا تقبل عذاب ده؟ مش مهم بقى نقعد نحاسب في بعض. انا مش بايدي احاسبك اصلا، انا مش بايدي غير السلاسل. لو مضايقاك اشيلها لك. انت عايزه يا سوسن؟ أنا عايزاكي تقف جنبي. بمزاجي ولا غصب؟ مش مهم الوسيلة، المهم النتيجة. يبقى غصب. لا مش غصب، بمزاجك عشان أمانك. انت عارفة ايه أكبر أهداف مهيب في الحياة دلوقتي واللي مسخر كل غفره علشان إنه يلاقيكي؟ انت بقيتي عدوة مهيب الأولى، وأنا وهو دلوقتي شركة. يعني المفروض ان انا اسلمك لي، بس انا مش هعمل كده. يبقى لما تقفي جنبي ما تقولي ليش غصب. مش غصب، بس بقيت زي زيك مجبرة. لا 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 لا، انت عايزني اقتلها بجد؟ انت عارف ان انا لو ما نجحتش ايه اللي ممكن؟ هايل. يعني احنا كده مش مختلفين على المبدأ. كل اللي فارق معاك انك خايف تفشل، ودي انا اضمنها لك. مقصودش بس اكمل. بص حواليك يا اكمل، كل حاجه بتتغير. جومر وخليل مرمين دلوقتي في الزنازين، واللي حصل في كفر القلعه مش بعيد يحصل في كفر النسوان. فاعمله بايدك احسن ما يتعمل فيك. بس ما بسش اصلا ما بقاش بمزاجك. أنا ممكن أخلي الحشاشين يقبضوا عليك وأبلغ ريا إنك كنت بتتآمر عليها، بس أنا ليا طلب. أنا عايز خليل. إحنا كده هندور ورا بعض في دايرة ملهاش آخر. هيفرق معاكي إيه بمزاجي أو غصب عني أو مجبرة؟ الولاء ضمان انك مش هتغدري. مش انا يا سوسن، ولا ده طبعي ولا بعرف اعمله. ما كانش زمان حالي بقى ده الحال. السؤال بقى، انت عايزه مني ايه؟ هفيدك بايه؟ انا عايزاكي تساعديني في عدله المايل. نحط ايدينا في ايدين بعض، الناس هتصدقني اكتر وهتقف في ظهري اكتر، ولما يجي وقت الجد هتعرف ان انا لا شبههم ولا منهم، حتى لو كان اللبس واحد والكلام واحد.
بيتي غاوية نكد ونواح، مش عادتك. وانت مش عادتك ما تبقاش جنبي. اديني رجعت ومتشال، مش زي ما مشيت. كفاية نكد بقى، خلينا نشوف اللي ورانا. انت هتكوش على كل حاجة. ايه زكاك؟ هتسيب الكفر يروح منك ولا ايه؟ مبقاش فيا دماغ. لا، شغلي دماغك تاني. احنا داخلين على ايام سودا مش باين لها محل. ده غير اني ضحك عليا. اللي كنت فاكر دخولها اللعبة يبقى في صالحي. لو الدراعي بعد ما خدت اللي هي عايزاه. استمنوها؟ وفي حد يأمن اللي استمنوها حية ولا ميتة؟ اللي حصل طلع لهم برا عشان حاطين نوسهم في فلوس بعض، ودخلت عليها؟ بس برضه ما تأمنلهاش. اوعى تأمن لأي حد من سلسلة استمنوها. ما انا من سلسلة استمنوها. انا مش بس من سلسلها، ده انا بنتها. ومين قال لك بقى ان الضوي مأمن لك انت؟ انت مش بنته؟ بس هو عارف كويس قوي ان لو في خوف عليه فهو منك انت. عاجبك الكلام ده؟ والله لو مش عاجبه يكذبني. الرزق هناك ياما، واللي كنت هربانة منهم خلاص غاروا. رزق ايه يا خالتي؟ دول منعوا الناس يتكلموا تاني، يعني كانوا هيخلونا احنا اللي نغني؟ ده غير انك انت ما كنتيش هربانة. انت هجيتي عشان ابنك ولا نسيتي؟ ويا ريت تامر يا اختي، انت هتظل افسالي المدعوق ده على وسطك؟ عاجبني. اهلا الموكوس التاني. من نايمك في الضلمة زي الحرامية كده. كنت مقيل بس كابس عليا النوم. انتوا كنتوا فين؟ ده موضوع طويل، خالتي احكي له انت على ما غير. كنا بنصور. ايه موضوع الصور ده؟ احكي لك، بس اما تحكي لي انت الاول. انت عرفتي منين ان عندي حكايات؟ يعني قلب الام؟ كان على عيني. كان على عيني اقول لك قلب الام. بس ده بقى يا حبيبي قلب العلمه. اللي تبص في عين أجعصها راجل تعرف إنه جاي وعايز يحكي. فاحكي. رايا عايزة تتجوزني. إيه؟ الطلب الأول اتنفذ بالكامل. الكفر تحت السيطرة. بس سحر مش لاينة. مفيش طوبة في الكفر ما دورناش تحتها. فهي مش في الكفر. مثلنا هنلاقيها. هتروح فين؟ بالنسبة للطلب التالت جنابك اللي قلت هنأجله، عايز اتجوز. تتجوز ازاي يعني؟ ايه الغريب في اللي بقوله لك؟ عايز اتجوز. في كبير بيفضل من غير جواز؟ لا، بس يعني مالك يا زنا؟ ماليش جنابك، بس هو طلب غريب شوية على كبير الغفر. ممكن أعرف مين سعادة الحظ؟ أنا ما أعرفش، أنت اللي هتختارها لي. ربنا يتمم بخير. بتتهدي يا اما وتقعدي، مش بالخناق. لا بالخناق. ايه هتاخدكم اولى تتطلق من ده وتتجوز ده؟ ده غير ان متهيألي ما يجوز. لا يجوز يا خالتي، يجوز. الدور والبايع اللي هيرضى. لا، ما انا باين عليا خلفتي كلها رمم زي ابوهم. مش هعوق.
ايه؟ بتبصي لي كده ليه؟ بدأت أحتار في أمرك. أنت بتحب سوسن ولا بتشغلني من تحت لتحت؟ حشاش من بتوع ربنا ولا شاعر عوالم مش عاجبك الماير وعايز تهدره وتفتح عقول الناس؟ ولا زيك زي غيرك أول ما شفت المقبرة قدامك نسيت اللي وراك واللي قدامك؟ رايح فين؟ أكد من الإجابة وبرجع لك. ما كنتش أقصد أزعلك. مش زعلان. حيران. عايزين ايه؟ زي ما معاليك سمحت، حقنا في الكفر. ليه؟ انتم الدياب وانا معرفش. لا بس لولانا ما كنت زمانك قاعد على كرسي المقبره يا كبرنا. لا يا شيخ، انت عارف كويس قوي ان احنا اللي كنا بنرتب للي حصل مع مشعل، وعارف حاجات تانية اظن ما تحبش حد يعرفها. اه سيبنا لوحدنا يا زينهم. أنا واقف برا جنابك، لو احتجتلي اندهلي. يعني إيه خالتي ما جاتش هنا؟ خالتي طلعت من الخنة جاية لكم. سيبيها. بتعلي صوتك ليه يا سندس؟ هو أنتوا لسه شفتوا صوت عالي؟ لا يا كبيرة، كل اللي خالتي. وطي صوتك وأنت بتكلميني. أنا ما فيش بيني وبين خالتك عداوة عشان أحوشها عنك وأذيها. خالتك ما عتبتش المقبرة النهاردة، روحي دوري عليها احسن لك، وانا هبعت حرس يدوروا معاكي. الكلام اللي بتقولوه ده يطير في رقاب. اكيد، بس الاكيد اكتر انها مش رقبت. هندور على بيت بيت، هنقول لهم انك كنت ضد كل اللي كان عايزه مشعل وكنت بتكسر مقاديفنا، وهنطلع لكفر نطاط الحيط نقول لهم الكلام ده هناك في المقبرة. وهتكسب ايه؟ اللي انت مش عايز نكسبه هنا، هناك بقى هيقدروا الناس اللي وقفوا قصاد الظلم وقالوا لا. احنا لا طمعانين في حكم ولا في مقبرة، ده حق بحق العهد علينا. احنا كل اللي طمعانين فيه نقب على وش الكفر. عايزين شهرية من الخزانة؟ احنا مش عوالة يا كبير، احنا عايزين شغل بس اشغال الكبارات. زينهم وامرني يا سيدنا. الرجالة دي كانت من الناس اللي وقفت في ظهري وظهر مشعل الله يرحمه، وعايزين نكرمهم. مسكهم الخزانة. يعني اللي سمعته خدامك. يلا اخوي. الأرض اتشقت وبلعتها. يا رب خالتي لا، النبي خالتي لا. يا رب يا رب.
انت اللي مصحيك لغايه دلوقتي. انا عارفه انك بتنامي في النور، وطول ما نور اوضتك لسه ما اتسرقش انا ما يجيليش نوم. انت بجد يا فتحي؟ يعني ايه بجد؟ يعني بحق وحقيقي في بني ادمين كده؟ انا بجد عشان انت بجد، مش عشان نادر امي وبس. اقعدي. وعشان ايه كمان؟ اصل انا مستنياكي بقالي كتير، ومن قبلي جي لامي يستنوكي، ومن قبلهم جي لامها. العيشه في كفر دياب هتقصر العمر، والعيشه براه تقصفه. لكن الفرق هنا اننا كلنا مستنيين امل، نبوءه قالنا عليها العهد ربنا شايلها لنا للزمن اللي هو شايفه صح، للزمن اللي هو شايف فيه إن المايل الآن أوانه عشان يتعدل. أنا قريت كل حاجة عنك، وكل كتاب اتكتب عن العهد أنا قريته، وملكيش عليا حلفان من يومها وأنا بحلم بيكي كل ليلة. وهما إزاي كتبوا كتب عن العهد من غير ما يقروا؟ مش سامع. أكيد مش سامع. طب أنت حابة تقري؟ ده أنا مش هبقى نادرك وخدمتك وبس، ده أنا عبودك. طب أنا في يوم من الأيام هقريهولك، بس بشرط. لا، ده أمر. أنا عايزاك تجيبي لي كل اللي زيك يا فتحي، كل اللي بيفكروا زيك ومستنييني عايزاك تجيبيهم. بس كده يا مسهل، أوامرك. طيب يلا دلوقتي خدي بعضك وعلى مطرحك، قدامنا بكرة يوم طويل. تصبحي على خير. وانتي من أهله يا ستنا، وانتي من أهله. ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تاني؟ انت تاني؟ انت ليه بتتضايق مني بس؟ عشان انا قلت لك 100 مره قبل كده احنا ما اتخلقناش للكلام الفاضي والمسخره دي. هو الحب كلام فاضي ومسخره برضه؟ اه للي زينا. اه يا ابني انت حشاش، اتخلقت عشان تطيع وتقول حاضر ونعم وبس. وانا نادر اتخلقت عشان يتوفى. لا انت اتخلقت عشان تحب، ولا انا اتخلقت عشان اتحب. والله كل القرايه اللي انت بتقريها دي لحست نافوخك. طب نزل ايدك دي بدل ما بتضحك. وان اتعرضت لي تاني انا هشتكيك، عارف لمين؟ الله ينور عليك، ليها. اتفضل فوت من قدامي، فوت من قدامي. الحب ومسخره. قال مبروك. جهزوا ست المقبرة الجديدة للفرح. نعم يا اخويا، تتجوز مين؟ اللي سمعتيه يا سوسن، رايا. رايا، عشان اسيب لك المقبرة والحشاشين والنبوءة واجيبك انت وهي وادفن كل حتة فيكوا في مطرح ما يوصلوش لا انسي ولا جني. ناقصة حرقة دم على الصبح. أنا هو أنا قلت لك رايح أتجوزها؟ أنا بقول لك اللي هي عايزاه واللي بتهدد بيه. ما تسيبها تتفلق، وأنا وقت الجد هقف لها. وبعدين تعالى هنا، أنت فجأة كده يعني حليت في عينها؟ اللي حصل يومين اللي فاتوا دول يا علاء؟ ما حصلش حاجة. أنا شرفني سأليها هي. أنا بسألك أنت، إيه اللي حصل؟ حلمت لها حلم، فشبطانة فيا بقى أحلم لها على طول.
هو موضوع الأحلام ده بجد ولا إيه؟ يعني استبحنا وصبح الملك لله. اتفضلي يا ستنا، كل حاجة جاهزة. ونفوت قدامي عشان قدامنا يوم طويل، نبقى نشوف موضوع الأحلام ده بعدين. إيه في إيه؟ النبوءه تمشي قدام واحنا ورا. نعم زي ما سمعت، ورا. كلام مباح، ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ ده قانون اتنفذ في كفر القلعه وبتنفذ دلوقتي في باقي الكفور. ده بامر مين؟ اوامر الضوي. وانت تغيب يوم وترجع تقول لي الضوي؟ من امتى احنا بنمشي واوامر الضوي؟ طب يا حبيبي الضوي بتاع قال الله وقال الرسول، احنا هنا في كفر النسوان، اشهر ما فيه سندس وسكينة أمك. الريحة عالية يا رايا، لازم نطاطي. نطاطي لمين؟ كبير القلعة عضمه طري وجديد، رامي نفسه في حضن الضوي. الضوي خايف اللي حصل في كفر القلعة يبقى زي النار اللي مسكت في الهشيم، تاكلنا واحد ورا التاني. هننفذ الكلام ده امتى؟ اللي حصل في كفر القلعة خير، خير لينا وليهم عشان رجع الحق لاصحابه، بس في نفس الوقت في ناس هتستغل اللي حصل ده للشر، وده بيبقى اسمه زمن الفتن. وعلشان كده مش هنسمح لحد انه يخرب الكفور اللي احنا حميناها سنين وسنين، مش هنسمح لحد انه يخرج عن طعنة او ينطق بحاجة احنا مش عايزينها. وعلشان كده من النهارده وطالع اي واحد من اهل الكفر طالما هو بره بيته هيكمم نفسه بشال احمر ومش هيفتح بقه الا لو عايز يسبح ربنا. الكلام المباح في الكفر مش هيبقى غير حاضر ونعم وسبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. ايه يا سندس؟ مش عايزه تلبسي الشال ليه؟ عشان ما بلبسش شالات الا حوالين وسطي، وبعدين هو ده اللي انت فالح فيه؟ بدل ما تروح تدور على امك اللي غايبه بقالها يوم، جاي عايز تخرسنا؟ طب يا مين اتحاسب عليه قدام ربنا ما انا لابسه شالات يا اكمل؟ امي لا هتغلب ولا حد هيعرف يعمل معاها حاجه، ولو ما سمعتيش الكلام هتبقي انت اول المحبوسين. ولا تقدر. ولا اقدر. لما خالتك ترجع هي اللي هتعقلك. الموقف الحبس.